بسم الله الرحمن الرحيم، وحسبي الله ونعم الوكيل. اليوم اخواني الكرام، يعني انصدمت بسماعي لخبر اختيار المدعو محمد العيسى ليكون خطيب كل المسلمين في العالم في يوم عرفة. انتم تعرفون شنو يوم عرفة؟ يوم عرفة افضل يوم في العام كله، افضل يوم في، لا حول ولا قوة الا بالله. تخيلوا هذا الانسان اللي اسمه محمد العيسى راح يكون ممثل كل المسلمين في يوم عرفة. ومن هو محمد العيسى؟ تكلمت انا عنه عدة مرات وتكلموا عنه كثير من الناس جزاهم الله خير. هذا واحد من اكبر المروجين لما يسمى الديانة الابراهيمية، وانا اعتبره بابا من بابوات الديانة الابراهيمية، هو والمدعو برشيم جوزيف، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا الانسان اللي صلى على ارواح، بما يقال ارواح قتلى الهولوكوست، يعني قاعد يصلي على يهود. انت انسان مسلم، واحنا ذاك اليوم انتقدنا اللي صلوا صلاة الجنازة على هذه اللي اسمها شيرين ابو عقله. هذا الانسان صلاة رسمية مع خمة من المرافقين اللي معاه صلوا على ارواح قتلى الهولوكوست اليهود. تخيلوا هذا الانسان نروح نختاره يخطب عرفة يمثل المسلمين في يوم عرفة. هذا الانسان في علماء كفروه لما قال ان اليهود والنصارى اخواننا واشقائنا، ويكررها دائما اخواننا اليهود اخواننا. وهناك فتوى واضحة وصريحة للشيخ الفوزان، قالوا له ما حكم من يقول ان اليهود والنصارى اشقائنا واخواننا؟ قال اذا كان يعلم، وهو يعلم، لا تقولوا لي ما يعلم، لا تقولوا لي ما يعلم الحكم الشرعي. فقال اذا هو يعلم الحكم الشرعي فهو كافر مرتد عن الاسلام. هذا الانسان اللي انا ايضا سويت حلقة عنه زار معابد البوذيين. تخيلوا يزور معابد البوذيين ويمدحهم ويشكرهم ويحترمهم ويعجب فيهم. بوذيين، الناس اللي 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 لا دين لهم ولا كتاب ولا من اهل الذمة ولا من اهل الكتاب، ناس وثنيين تروح وتقدسهم وتمجدهم وتضرب هذا يضرب لي ما ادري ايش مالهم، هذا اللي في المعبد نسيت اسمه، لا حول ولا قوة الا بالله. فهذا الانسان نروح ونختاره على كثر مساوئه وعلى كثر، وهو طبعا من اكبر من ينادي بالانبطاح والانسلاخ والتعايش والتسامح مع جميع الديانات. هذا نروح نختاره يخطب الجمعة، شنو الهدف؟ الهدف واضح، توصيل رسالة للعالم ان احنا المسلمين منبطحين لكم، ان احنا المسلمين نتعايش ونتسامح وننبطح مع كل الديانات وكل البشر، واحنا اضعف البشر، واحنا ارذل دين والعياذ بالله. احنا طبعا دين الاسلامي دين العزة، لكن احنا نبي نوصل لكم رسالة ان ديننا والعياذ بالله منبطح منسلخ، وديننا حاشاه ان يكون كذلك، ديننا دين العزة والقوة. قاتلكم الله، ما اقبحكم من منافقين ودجالين. حتى الحرم دنستوا بهذا الشخص النكرة اللي روحوا شوفوا صوره مع المتبرجات ومع بنات ومع من باب التسامح والتعايش، الانسان المنسلخ والمنبطح للجميع، العميل والجزمة والحذاء في ارجل الصهاينة، معروف هذا الانسان حذاء في ارجل الصهاينة، نروح نحطه يخطب للمسلمين في عرفة، حسبي الله ونعم الوكيل. وانا في هذه الحلقة اعلن براءتي كوني مسلم، لان هذه مكة لا تتبع حكومة المملكة، هذه مكة لكل المسلمين، وانا كمسلم اعلن تبرئي من هذا النجس اللي راح يخطب يوم الجمعة. واسأل الله سبحانه وتعالى، ادعو الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك، واحنا الان في يوم من اعظم ايام السنة، العشر الاوائل من ذو الحجة،
أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب أنك أنت تطهر وتنجي بيتك الحرام من المنافقين والدجالين. اللهم انصر بيتك، فإني أرى في هذا الزمن أن لا ناصر له، والله يا رب لا ناصر لبيتك. انصر بيتك يا رب العالمين. حسبي الله ونعم الوكيل، فيكم قاتلكم الله.